ممكن أقول كلمة بس، إنه أنا سعيدة جدا إني بقدم نجمة جديدة ومعروفة في العراق، لأنه أنا من أنصار الوجوه اللي دايما بتثبت وجودها. بحييكم وبقول لكم أنا جيت العراق من 20 سنة عشان أعمل فيلم اليرموك مع أستاذ صلاح أبو سيف، وجيت دلوقتي بعد العراق وسمعنا عنها، فبقول لكم أنتم شعب عظيم، واحنا المصريين كل خلاجات قلبنا مع الشعب العراقي. بقول لكم كل سنة وانتم طيبين عشان العيد الوطني، واتمنى كل التوفيق للعراق. وسعيدة جدا بشذا عشان هي ست، والستات لما بيعملوا حاجة بيعملوها كويس قوي، فانا بقول لها برافو يا شذا الى الامام. شكرا لك. تفضلي الاء. مساء الخير. طبعا عندي خلل بسيط، عيوني ما اقدر اشوف بيها لان متعوده النجوم بالسماء، ما تعودت اشوفهم كلهم على الارض. شكرا جزيلا لحضوركم، شكرا للقائمين على المهرجان، اهلا وسهلا بالضيوف العرب، نورتوا بغداد. شكرا لدماء الشهداء اللي لولاهم ما كنا نقدر نعيش اي لحظه فرح. شكرا. شكرا والف مبروك.